مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير معكروني بنكهة البيتزا. عنا معكروني سلقتن اكيد، فليفلة حلوة مقطعة بهذا الشكل مشكلة، بصل صغيري، حبتين توم، فطر، ملعقتين صغار شراب، ملعقة صغيرة حبق يابس او اخضر، حبة بندورة صغيرة قشرتها وقطعتها بهذا الشكل، وملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط زيت زيتون بالطنجرة، بقلي البصلة، بس تقلت البصلة بهيدا الشكل شي خفيف. هلأ بحط فوق الثوم، كمان بحرك الفليفلة، بندورة، شراب، الحبق، نص ملعقة صغيرة ملح، الملح على الذوق أكيد. حركهم مع بعض، وبحط كمان كوب صغير مي. بحركهم وبغطي الطنجرة وبتركهم لتستوي الخضرة. بعد الخمس دقايق بس استوت الخضرة، هلأ منطفي الغاز. لنكفي الطريقة مع بعض. هلأ عندي جبنة مازوريلا وزيتون وفليفلة مشكلة. الفليفلة شو عملت؟ رققتها كتير عشان بس بدي ستي الجبنة من فوق. هلأ منحط المعكروني فوق الصوص. بسم الله، منخلطهم مع بعض. هلأ بحطهم بالصينية كمان. بسم الله، برش الجبنة على الوجه. هلأ بحط الفليفلة المشكلة كمان، الزيتون. هلأ بدخلها على فرن حامي من الأعلى بس لتذوب الجبنة. هيدي البيتزا بعد ما طلعت من الفرن صارت جاهزة للتقديم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.